بركاته. معكم عبد الرحمن من قناة جود كود، والنهاردة نستكمل سلسلة الداتا كليننج اند بريباريشن في برنامج الار. احنا دلوقتي متبقي لنا الاكسبنسز والبروفيت والريفينيو. تعالى نبدأ بالريفينيو ونجيب الميديان بتاعهم. مبدئيا كده عندك الريفينيو في الاندستري بتاع الكونستراكشن، والريفينيو التانية في الاندستري بتاع برضو الكونستراكشن، ولو كان في اي حاجة تانية غير الكونستراكشن فاحنا هنعمل كونديشن اوبريشن اللي هو عن طريق الاند، وتعمل كاستمايزيشن، تعمل تخصيص زي ما انت عايز براحتك. تعال افكرك ازاي كنا بنعملها. اول حاجه هتقول ميديان، وتفتح الاقواس، وماي داتا، وتفتح سيليكشن براكتس، ثم اسم الداتا بتاعتك ماي داتا، والعمود انا عايز عمود الايه، انا عايزها في عمود الاندستري اللي فيه الايه، اللي فيه الكونستراكشن، يبقى الاندستري اللي يساوي كونستراكشن دوت يعني ايه في كونستراكشن، تمام. وبعد كده الصفوف قصدي بتاعته كونستراكشن، والعمود بتاعه اسمه ريفينيو يعني الايرادات، ماشي. وبعد كده طبعا نسينا حاجه مهمه، نسينا ان هو يقول له، نقول له ان ايه دوت ار ام، يعني تجاهل الان ايه اللي ممكن تسبب لك اي مشاكل، وهات لي الميديان يا باشا. الميديان بتاعنا هيطلع الايه، هيطلع الرقم ده هو. بعد كده هنقول له ايه، هنقول له احفظ لي الميديان دوت في حاجه. ازاي تقول له احفظ لي الميديان ده في حاجه؟ كل سهوله يعني كده، وميد اندر سكول دوت هنسميه ريف، ماشي. وزي ما انت عارف اهو ميديان وكل الكلام ده، بس حصلت مشكله بس معلش، تمام. وران، تمام. احنا حفظنا الايه، ميديان اندر سكول ريف. تعال نحطه بقى في الداتا بتاعتنا. ازاي احط الميديان في الداتا بتاعتي؟ كل سهولة عن طريق ان انا هقول ماي داتا، ماي داتا، وافتح سيليكشن براكتس، واز نوت ان ايه، وافتح الاقواس، هات لي الان ايه، هات لي الان ايه اللي ماي داتا فيها الريفينيو، يبقى هات لي الان ايه الماي داتا فيها الريفينيو، تمام. وبعد كده الاندستري فيها اند اندستري اللي هي ماي داتا فيها الاندستري هنا، تمام، يساوي الكونستراكشن دي انا باخدها كوبي بس عشان ايه، علشان الوقت، ماشي. وبعد كده كوما ورن، جاب لك الان ايه، جاب لك الان ايه اللي فيها الريفينيو ان ايه، قصدي جاب لك الداتا اللي فيها العمود، العمود اللي فيها الميسنج داتا في الريفينيو، جاب لك الميسنج داتا اللي في العمود بتاع الريفينيو اللي الاندستري بتاعتها كونستراكشن، الاندستري بتاعتها كونستراكشن. تعالى بقى علشان نخليها نديله الميديان، نسويها بالميديان بكل سهوله ماي داتا، وبعد كده افتح سيليكشن براكت واز نوت ان ايه، وافتح الاقواس، وماي داتا، والدولار ساين، والريفينيو، وبعد كده علامة الايه، علامة السبعة اللي هي اند، والكونديشن بتاع التاني اللي هو ماي داتا، وافتح، والاندستري اللي هي تساوي دبل يساوي طبعا كونستراكشن، ماشي. وبعد كده كوما، ولازم نحط العمود. ليه لازم احط العمود؟ عشان يعدل لي العمود، ما يعدليش كل الايه، كل الصفوف، لان لو عدل لي كل الصفوف هتضطر ايه تمسح الحوار ده والسادة داتا من تاني، وتعمل يعني حاجات ملهاش لازمه بسبب خطا عبيط، تمام. مش هتمسح انت، بس هتعيد ايه، هتعيد استدعاء كل الاكواد دي من تاني، ماشي. وميديان ريف اهو، والميديان ريف دوت انت احنا جبناه ازاي؟ قلنا له الميديان اللي عندنا العمود بتاعه كده، تمام،
والكونستراكشن بتاعه كده تمام. وبعد كده قلنا له استبدل لي الان ايه بالكلام ده ميدان ريب ورن. وتعالى نشوف هو كان في انهي عامله، كان في الاندكس 8 والاندكس 42. ازاي نعملها كده بكل سهوله؟ ماي داتا، يا خلينا فوق ماي داتا، افتح السلكشن براكتس او البراكتس الحلوه، وسي كونكات فانكشن عشان اكتر من اتنين، اكتر من واحد قصدي، و 8 كوما 42 و كوما ران. حاسس ايه؟ حاسس ان الريفينيو برقم مختلف تمام. تعالى بعد كده تعالى نعدل بقى على الاكسبنسيف ماشي. تعالى نعدل على الاكسبنسيف بس في الاول تعالى نشوف الكومبليت كيسز ونشوف اللي حصل. ايه اللي متبقي؟ اللي متبقي ان احنا نجيب الاكسبنسز هنا والاكسبنسز هنا، وبعد كده نعمل عملية حسابية هنا وهنا وهنا. تعال نجيب الاكسبنسز دلوقتي وبعد كده نشوف الايه، نشوف الباقي. الاكسبنسز هنا الاندستري بتاعها كونستراكشن، وهنا الاندستري بتاعها كونستراكشن. اتمنى تكون انت عارف انا هعمل ايه دلوقتي، اتمنى يعني. تعال كوبي كده وهنعدل، بس اتمنى بس تكون عارف ان احنا عملنا ايه. طبعا انا مش هسميها ريف، هسميها اكس تمام. والميديان بتاع الاندستري فيها كونستراكشن والايه، وهنا تبقى ايه؟ تبقى اكسبنسيف. وبعد كده الريفينيو، انا مش عايز الريفينيو، انا عايز الايه؟ عايز الاكسبنسيف. او ماي جاد، عايز الاكسبنسيف ماشي. والاندستري كونستراكشن زي ما هي، مش الريفينيو، عايز الاكسبنسيف اكسبنسز والاندستري، وطبعا مش الريفينيو، انا عايز الاكسبنسز. اتمنى تكون عارف، لان انا شرحتها كذا مره، اتمنى تكون عارفها يعني. وطبعا مش الريفينيو، انا عندي الايه، الميد اكس بي، انا عدلت بس اتمنى تكون عارف، اتمنى تكون عارف ماشي. وطبعا دوت في الصف رقم كام؟ الصف رقم 8 والصف رقم 42. 48 زي ما هو، مش انا عدلت بران وران وران وران. حلو، الاكسبنسز تم تعديلها، الاكسبنسز ايه تم تعديلها. يبقى هيتبقى الخطوه الاخيره بتاعتنا. تعال نشوف الكومبليت كيسز كده. عاد لنا ميسنج داتا هنا وهنا وهنا، ودي كلها من خلال الكمبيوتنج فاريبلز، لان انت عارف الريفينيو بيساوي الاكسبنسز زائد البروفيت. يبقى البروفيت بتساوي ايه؟ ريفينيو ناقص الاكسبنسز. يبقى الاكسبنس بتساوي ايه؟ ريفينيو ناقص البروفيت. يبقى البروفيت بتساوي ايه؟ ريفينيو ناقص اكسبنسز تمام. ده كله هنشرحه في فيديو جاي باذن الله. شكرا.